طبعا اليوم راح نسوي فطار روسيه كل السهله. طبعا العجينه عجينه عاديه بس الفرق بالتسميه، فعندي هنا 3 اكواب مال الطحين وراح انزلهم. هنا خاشوقه مال اكل شكر وخاشوقه مال اكل خمره، وراح احط عليها رشه بسيطه ملح. وهسه امزج هذه المكونات كل زين بهذا الشكل. طبعا انا هاي العجينه مسويها قبل، بس الفرق انه قبل كنت احط وياها زبد، هسه ما راح احط وياها زبد، راح نحطها بالنهايه. وهسه هنا عندي كوبين مال حليب، وطبعا الكوب اللي نستخدمه نحط بيه طحين نحط من قده حليب، لذلك انه الاكواب لازم تكون متساويه. وهسه راح نعجن هذه العجينه كل زين لحد ما تتجانس، واذا بقت تلزق فعادي كلش، احنا نريدها تبقى شويه تلزق. وهسه راح نعجنها بالايد هيك كل زين، ولو العجينه صارت قويه وتحتاج بعد حليب فنضيف لها، لان ممكن انه كميه الطحين شويه صارت زياده فعادي كلش. شوفوا العجينه صارت كلش قويه، يعني ناقصها شويه ميه وحليب، فتقدرون تضيفوا لها ميه وحليب ونكمل عجن بيه. شنو يحتاج له بس بعد شويه مي ونكمل عجن بيه. شنو بس ضفت له هيك شويه زيت على مود اقدر انه الم العجينه ونكورها بشكل دائري. راح احط شويه زيت زيتون وندهن الكاسه، وراح احط العجينه بيها ونخليها ترتاح لحد ما يتضاعف حجمها. شنو راح نسوي الحشوه؟ عندي هنا فلفل اخضر وراح انزله، وعندي هنا راس مال البصل نزلته هنا، وعندي هنا طماطيه كبيره قشرتها وقسمتها وحطيتها، عندي هنا ثوم مهروس وراح انزله، وتقدرون تحطون فص مال ثوم عادي. راح احط عليه 3 خواشيق مال اكل زيت زيتون، وخاشوقه مال دبس رمان، وخاشوقه بابريكا، شويه فلفل اسود، خاشوقه صغيره، 7 بهارات، واكيد ملح وفلفل اسود. بس راح نخلطهم كل زين محضره الطعام لحد ما يصير الخليط هيك كلش ناعم. سعدي هنا لحم مثروم وراح ننزل عليه شويه من هذه الصلصه اللي هسه سويناها، وهسه نمزجها كل زين. وطبعا هذا الخليط تقدرون تحفظوه باي علبه بلاستيكيه وتضموه بالفريز، ما عليه اي شيء، اهم شيء بالفريز على مود يجمد. وهسه صارت عندنا اطيب واحسن حشوه مال لحم بعجين. طبعا السوريين يسموها صفيحه، فهو نفس التسميه بس احنا بالعراق نسميها لحم بعجين، هي هذه الخطه مالته. تمام، وهسه ورا ما اختمرت العجينه وصارت بهذا الشكل قاعد تشوفوها، هسه راح نرد العجينه وبعدها نقسمها دويرات صغار. شوفوا على مود تقسموهن هيك دويرات متساويه بالحجم، اذا ما عندكم ميزان فمثلا جيبوا اي كاسه صغيره بهذا الشكل، وبعدين حطوا العجينه بداخلها وقيسوا الحجم مالتها، وبعدها كرروا العمليه على الباقيات، هسه راح يطلعن كلهن نفس الشكل. تمام، هسه شنو على مود نكون العجينه؟ الطريقه مالتها انه ندهن المكان بزيت، وبعدين نحط العجينه ونفردها ايش قد ما نقدر، نقدر نستخدم ايدنا، نقدر نستخدم شوبك عادي كلش طبيعي. تمام، وهسه ما فردتها بهذا الشكل عادي اذا صارت بيها شقوق، ايش راح نبدي؟ شوفوا راح نبدي نسويها بهذا الشكل لحد ما تلم وتصير رفيعه. وهسه بس صارت رفيعه بهذا الشكل راح نلفها هيجي هيجي ونظل نلف، ومن نوصل للنهايه هذا الطرف مالتها النهائي بس نحطه هنا اللي جوه، وبعدها نشيلها ونحطها بالصينيه. وهسه نكرر العمليه نفسها، نفردها وبعدها نجمعها بشكل طولي وبعدها نلفها ونحط النهايه اللي جوه. تمام، ورا ما صارن بهذا الشكل وكونتهن، هسه راح نغطيهن ونخليهن لحد ما يختمرن ويضاعفن بالحجم، يجوز ياخذن ربع ساعه ل 20 دقيقه وممكن اقل. تمام، وهسه ورا ما اختمرن وصارن بهذا الشكل، هسه شو نسوي؟ بس نسوي مجال هنا بالنص هيك بهذا الشكل على مود نحط الحشوه. وهسه راح ننزل الحشوه هيك بنصها بهذا الشكل ونعطيها ضغطه على مود تاخذ اكبر كميه حشوه، ونكرر العملية على ما. وهسه ورا ما حشيتهن الحشوة بهذا الشكل، هسه راح ندخلها الفرن. الفرن محميه على درجة حرارة عالية، أهم شيء من ندخل الفرن تكون درجة الحرارة عالية على مود ما يطلع المي مالت اللحم، أوكي؟ وراح ندخلها بس من جوا بالرف اللي بالوسط على درجة حرارة 200. وهسه الخطوة الأخيرة راح أدهن الحواف بزبد دايب بس بهذا الشكل. تمام، وهسه شنو طلعتهم من الفرن وصارن بهذا الشكل. طبعا من جوا حطيتهم لحد ما استوون بشكل كامل، اوكي، ومن فوق شغلته بس على مود يتحمرن ويصيرن بهذا الشكل. شنو اكيد راح نجرب وحده فراح نسحبها. واو، قاعد تشوفون شلون شكلها كلش حلو بيها صوره والله. تمام، وهسه شنو اكيد راح نجرب العجينه، بس شوفوا لي العجينه، شوفوا شلون صايره بهذا الشكل، شلون طريه، واو رهيبه. اكيد هسه راح تسالون على الحشوه مستويه لو لا. طبعا الحشوه مستويه لان احنا خليناها من جوا لفتره طويله لحد ما استوت بشكل كامل. اكيد راح نجربها، ناخذ هيك قطعه ونذوقها. واو، الطعم مالتها كلش رهيب، بس شويه ايدي فالته بالملح بالحشوه. بس العجينه رهيبه، تحفه خرافيه. طبعا شنو بس راح عادي شويه نملوحها بشويه كاتشب. رهيبه، شوفوا شكلها شلون، ممتازه. بس هيج هي الفطاير الروسية صارت جاهزة، إن شاء الله تعجبكم، لازم تجربوها. ألف عافية.
يعني العجينه كلش رهيبه، بشوفوها شوف الطراوه مالتها.